جت السنة الجديدة أسعارها فوق يعني ما شاء الله مرتفعة. البيض تقريبا البحريني دينار و800 إلى دينارين. عندك السعودي مرتفع دينار 600 دينار 700. تركي بعد مرتفع البيض. أما الدياج الفريش هذا هو ما تغيرت أسعاره يعني. احتمال يعني عاطينك والله مطرشين لي بعد على آخر الشهر فبراير يمكن تتغير شوي الأسعار عندهم. المثلج أسعاره اللي تغيرت.